قايل مدينة طنجة ما تكون مالو. عليكم السلام ورحمة الله. عافية في حومة الدراوة. عافية ديالاش. شي كاميش على فيه العافية في حومة الدراوة. باقية واضحة. العناصر في اتجاه، العناصر في اتجاه، سيارة الإسعاف وشحنة الإطفاء في اتجاه. شكرا. Point de proportion ici. كما سجلت مصالح الوقايه المدنيه بجهه طنجه تطوان الحسيمه ما مجموعه 51500 تدخل، منها 48459 تدخل لسيارات الاسعاف و2015 اطفاء حائق، مقابل 48115 تدخل بالنسبه للسنه الفائته. كما سجلت على مستوى حائق الغابات ما مجموعه 149 حائق يعني إتلاف 1394 هكتار من الغابات، مقابل 186 حائق السنة الماضية، وتم إضرار أضرار ب 17491 هكتار السنة الماضية. ونلاحظ أن هناك انخفاض مهم في المساحة المحروقة من الغابات، وهذا راجع إلى ضوء تضافر الجهود بين مختلف الفرق المتدخلة وصحة السلطات المحلية على حماية وتفادي الحائق بالغابة. اليوم بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية، نظمت مؤسستنا مجموعة مدارس الياسمين خرجة توعوية نذهب فيها إلى مقر الوقاية المدنية لندرس بعض الحالات وكيفية إطفاء الحريق والإسعافات الأولية. وبينما نحن في هذه الخرجة استمتعنا كثيرا بالعروض التي قدمها رجال الوقاية المدنية، كانت عروضا رائعة جدا. أدرس بالمستوى السادس ابتدائي،
قدمت مدرستنا مدرسة مجموعة مدارس الياسمين خرجة تحسيسية لمقر الوقاية المدنية بشرافات. استقبلنا رجال الوقاية المدنية بحفاوة وقدموا لنا كثيرا من المواضيع. إضافة إلى ذلك تعلمنا كل جهاز ودوره. أحسست بالفخر والسعادة والفرح، وأقدم لرجال الوقاية المدنية كل الشكر التام لأنهم يعرضون حياتهم للخطر لكي ينقذوا حياة الناس. اليوم بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية متزامنة مع الفاتح مارس، جينا باش نشوفوا مجموعة من البروتوكولات والمهام اللي كتقوم بها والتدخلات اللي كتقوم بها الوقاية المدنية في حالة التدخل كالفيضانات وليزانسوندي الحرائق والزلازل. اون طون كان ستاجيير كو اش اس كتكون عندي واحد العلاقة مباشرة مع الوقاية المدنية، اغتنمنا هذه الفرصة واغتنمت الإدارة ديال المعهد ديالنا الفرصة باش تنظم لينا واحد الرحلة لهذه التكانة الإقليمية للوقاية المدنية فحص أنجرة باش نشوفوا هذه المجموعة ديال التدخلات اللي كتقوم بها. طرف التكوين المهني جامعة جوامعة، جينا لهنايا للمديرية العامة للوقاية المدنية باش نشوفوا الوقاية كيفاش كيتم الإغاثة وإنقاذ الحالات الصعبة، وشفنا بزاف عطونا بزاف ديال الارشادات اللي قوموا بها في حاله يكونوا الانسان اللي يكون محتاج ليها يكون ضروره. Oh, that's what?